المشروعات كلها اللي معروضة بفكر جديد وهو فكر الشراكة، لأن احنا مختارين مواقع هذه المشروعات زي ما قلت لحضرتك في أفضل أماكن في المدن الجديدة، فإحنا عارفين قيمة هذه الأراضي لأن هذه المشروعات هتتنفذ وهيكون ليها عائد على المدى الطويل. خطوة على الطريق وربنا يوفقنا إن احنا نلتزم بالمسؤوليات بتاعتنا ونعمل حياة أفضل لأن ده شعبي. أهم حاجة في الآي سيتي إنها فيوتشر لوكيشن هايل، أولاً هي على الدائري الأوسطي اللي أوريدي خلصان دلوقتي المياه والكهرباء داخلها. إحنا بدأنا نعمل شراكة فيها مع كالسن أرتيكال، دي واحدة من أكبر شركات في العالم. We designed iCity to keep the roads on the perimeter of the site, leaving the center of the site open for pedestrian use. This creates a connected city with limited car access that encourages people to get outside and interact with their community. احنا الحقيقه عاملين مدينه كامله تحت الارض، المدينه دي فيها كل السيرفيس، سيرفيس من انها بتقابل لو في ديليفري، لو في حد بيشطب شقته، كله من العمارات كلها في داكت الجاربج، بعربيه الجاربج تيجي من تحت، اوض الكهرباء، اوض الخزانات، المطافي، كل الحاجات السيرفيس حطيناها اندر جراوند. كمان مداخل العمارات بقت عامله زي ريسبشن اوتيل، استعملنا طريقه ان الشارع الواحد المدخل والمخرج، والمشروع متقسم لكومباوندز، فمفيش ولا تقاطع عندنا، يعني مدينه كامله 500 فدان قد مدينه موناكو، اول مدينه في العالم يبقى بالحجم ده، مفيهاش ولا تقاطع. احنا عاملين كورنيش بيمر بالمشروع كله، طوله قد كورنيش اسكندريه، بيمر بكل المراحل. الكورنيش ده هيبقى اكبر يمكن بلكونه معلقه فيها الاي كار اللي بتوصلني من غير عربيه خالص، اللي موجوده عربيه كلها كهرباء. عندنا الممشى اللي موجود بتقدر تتمشى فيه، عندنا كل 500 متر عملنا فكره الكشك اللي هي كانت موجوده في مصر اللي انتهت، بس بدل ما نعمل فكره الكشك في الشوارع عملناها على الكورنيش. الكورنيش طبعا فيو بيبص على كل البارك اللي موجوده، الكلاب بارك والسنترال بارك وكل الباركس اللي موجوده. بعد كده بنزل للدايمنشن الرابع وهو الاخير وهو دايمنشن البارك. البارك دي عباره عن كل منطقه ليها البارك بتاعها، يعني هنا بنتكلم على الكلاب بارك. نادي كامل 12 فدان في كل الالعاب والجيمز اللي متخيلها في النوادي، وبعدين بيفتح على سنترال بارك واللاجون بارك، كذا نوع من الباركس الموجوده. مع اننا يبقى عندنا احدث تكنولوجي من حيث السمارت، ولكن هي راكبه مع الحاجات الهاردوير اللي احنا عملناها، لان التكنولوجي لوحدها مش كفايه. سعداء النهارده ان احنا هنمضي مع اي اتش زي ومع هواوي، شرف كبير لينا جدا ان الدكتور يكون موجود معانا النهارده. هم جايين لمكانهم اللي هم كانوا السبب فيه، لولا ان هم اتاحوا الفرصه لشركه ماونتن فيو انها تكون بتعمل المشروع ده. احنا مش بنعمل سمارت سيتي، احنا بنعمل مدينه للسعاده فعلا، تعبنا فيها بقالنا كتير. انا بشكركم جميعا، ولنا الشرف بجد ان حضراتكم شرفتونا النهارده، شركائنا واللي احنا بنتشرف ان احنا متشاركين معاهم. شكرا جزيلا.